يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل يرقي الناس ويدعي معالجة بعض الأمراض، وذلك بقراءة. نعم. رجل رجل يرقي الناس ويدعي معالجة بعض الأمراض، وذلك بقراءة المعوذات والأدعية، كل ذلك بكلام مفهوم ليس فيه شك، إلا أنه يستخدم الشوك أثناء رقيته، بحيث كلما قرأ قطع بعضه ويكون تحت قدم المريض، وذلك لمعالجة مثلا داء عرق النساء، وهذا الرجل لا يستغني عن هذا الشوك بحال، فما حكم هذه الرقية؟ عرق النساء مرض معروف وعلاجه عند الأطباء، أو بعلاجه بالرقية، علاجه بالفصد أو عند الأطباء، ما يروح للمشعوذين ويقول هذه رقية، هذا معروف علاجه وهو مرض معروف عند الأطباء. نعم.